عسلامة ومرحبا بكم، مرحبا بكل مشاهدي قناة الجنوبية في حلقة جديدة من برنامج صحتك تهمنا. موضوع حلقتنا اليوم باش يكون على أمراض السكري والصيام في شهر رمضان. باش تكون ضيفتنا اليوم دكتورة سيرين دنجير. عسلامة دكتورة. عسلامة. مرحبا بك في برنامج صحتك تهمنا. عايشك، مرحبا بك. لو كان تزيد تعرف بروحك أكثر للسيدة المشاهدين. أنا دكتورة سيرين دنجير، مختصة في أمراض السكر والغدد والسمنة. عسلامة دكتورة، مرحبا بك. عايشك. دكتورة، تنجمش تفسر لنا شنو هو مرض السكري؟ مرض السكري هو ارتفاع نسبة السكر في الدم نتيجة عدم دخول السكر للخلايا. معناتها هذايا سهل، معناتها فيهاش صعب. دونك ارتفاع السكر في الدم يرتفع نسبة السكر في التحليل ونلقى روعنا السكر. الإشكال علاش؟ علاش الإشكال هذايا؟ دونك مرض السكر هو شنو هو؟ أول حاجة عنا نوعين، معناش حتى أكثر من نوعين، فما برشا أنواع أمراض السكر اللي معروفين، نوع واحد ونوع اثنين. شنو نوع واحد شنو نوع اثنين؟ نوع اثنين هو اللي نشوفوه ساعة بكثرة عند العبيد الكبار اللي يبدأ وراثي، عندهم شوية سمنة. معناتها هذايا السبب هو يكون وراثي، يكون وراثي. اما السبب الاساسي معناتها بالنسبه للميكانيزم هو السكر ما يدخلش في الخلايا. علاش؟ خاطر فما مقاومه الانسولين ماهيش باهيه. دونك هذايا السبب الرئيسي في السكر نوع اثنين. السكر نوع واحد كانه مرض اخر. عليه هي هو الاشكال حاجه اخرى. الاشكال هو الانسولين ناقصه في البدن ولا تبدا مش موجوده بالكل. معناتها البنكرياس اللي هو يصنع في الهرمون هذيا اللي هي تخلي السكر يدخل في الخلايا ما يقعدش في الدم، تبدا مفقوده. هذاك علاش نلقاو السكر يقعد في الدم ما يدخلش الخلايا اللي يعمل مرض السكري. دكتوره، كيفاش يتكون السكر هذا وشنو الاعراض نتاعو؟ يتكون كما قلت لك، فما السكر نوع واحد ونوع اثنين. نوع واحد اشكال في الهرمون مش مصنوعه مع عند البنكرياس بالكل. النوع اثنين لا، حاجه اخرى، هي مقاومه الانسولين ماهيش كما هي، خاصه في البدايه. نوع اثنين ينجم من بعد يولي يكون زاده الانسولين، البنكرياس ما تصنعش الانسولين كما لازم، ينقص، يتعب البنكرياس، يولي معناها فما مقاومه الانسولين ماهيش كما هي كما لازم، والانسولين زاده تنقص في البدن. شنو الاعراض؟ الاعراض هما معروفين نصور. هما ساعة يحس العبد الشيح في فمه، يحب يشرب برشا ماء، تبول برشا، وفي الحالات القصوى ترقى العبد يضعف برشا. برشا عبيد معناتها باش يجي باش يقول لك انا ضعفت برشا، نعمل تحليل السكر نلقاه سكر. هذايا في الاكثرين نشوفوه في النوع واحد، خاطر المشكله تاع عدم صنع الانسولين. في النوع اثنين لا، اكثريه يقول لك فمي شايح، نمشي برشا للحمام، نشرب برشا ماء. هذايا الكل بلوتو بالنسبه للنوع اثنين، ونلقاوه عنده وراثه، نلقاوه فما في عند الام، عند البو، العائله بصفه عام. دكتوره، تنجمش تقول لنا شنو هي مضاعفات مرضى السكري؟ بالنسبة للمضاعفات فهم برشا مضاعفات. هو مرض السكري يمس الشرايين ساعة. أول حاجة فما عنا الشرايين اللي حجمهم كبير والشرايين الأخرى اللي حجمهم أصغر. نبدأ بالشرايين اللي حجمهم كبير، هما شنو؟ بالنسبة للقلب، للمخ، وللشرايين العروق الكبار اللي في الساق. هذوما معروف معناتها ينجم مرض السكري يسبب في جلطة دماغية، ينجم يسبب في جلطة تاع قلب، وينجم كيف كيف يسد العروق اللي في الساق، ما يخليش العبد معناتها يمشي بالكدا ولا ينفخ الساق، تولي فما اشكالات اخرى. حتى الساق فما عبيد مثلا معروف السكر يمس صوابع ساقين الصغار، يولي اكحل، يولي لازم يتقص. معناتها هذيا من المضاعفات الكبار.
به عندنا الشرايين الاخرى، الشرايين الصغار اللي هما موجودين في العين اساسيا، في الكلى، وفما زيدا في اللينائخ معناتها الاعصاب. به بالنسبه للعين والكلى هذوما معروف لازم ديما المريض بالسكر يمشي يعدي عليهم، كيما العيون مثلا كل عام لازم يمشي طبيب العينين، كيما الكلاوي كل عام ولا كل حتى 6 شهور يعمل تحليل الكلى وتحليل البولة باش يعرف كان عنده ضرر. وبالنسبة للعصاب هو بيدو يجي يقول لك راني نحس اللي عندي تنميل حريق في ساقيا خاصة في الليل، نحس روحي مانيش ما نرقدش بالكدا وجايع، معناتها فما احساس ماهوش عادي. هذايا بالنسبة للشرايين. فما بالنسبة للراجل زيدا كيف كيف ينجم يأثر على الحياة الجنسية. دونك عنا برشا رانا برشا مضاعفات، والوقاية هي المتابعة. اللي عنده مرض السكر لازم راهو يتبع من أول مرة قبل ما أول مرة يعمل تحاليله، كل 3 شهور يعمل تحاليل، يمشي للطبيب يريق الدويه ينظم السكر. وقت اللي يحس بالأعراض هذوما يلزم يباشر الطبيب؟ لا، هو قبل ما يحس بالأعراض هذوما، احنا علاش احنا نأكدوا على مرضة السكر باش يتبعوا كل 3 أشهر؟ علاش؟ على خاطر يخلي الطبيب يفيق بالمشاكل قبل ما تولي اشكال ما عادش فيها حلول. صحيح. كيما العينين تاو المرض السكر كيما فسرت لك قبيله، الاعراض ما همش برشا، ما يفيقش بهم من اول وراه، لازم يعمل تحاليل باش يفيق اللي هو عنده مرض السكر. ساعات يبدا مرض السكر عنده اعوام وهو ماهوش فايق، كي هو ما يعديش يقعد عام عامين 3 سنين ينجم يمثلوا العينين وهم يحس حد شايف في عينيه، معناتها يبدا يقول لك لا انا نشوف عادي، علاش باش تهزني لطبيب العينين؟ لا، كان انت تشوف عادي به، اما هو العروق العينين يتمسوا مازلت انت ما تحسش بيه، ما تشوف عادي، تنجم تجي العوارض وينجم تتسبب له في العديد من المشاكل من بعد باش يفيق بروحه. صحيت. به دكتوره، تنجمش تقول لنا مريض السكري ينجم يصيف في رمضان ولا لا؟ به بالنسبة للصيام هو من المستحسن ما يصومش، أما احنا عملنا قبل عندها 20 سنة التالي فما دراسة صارت في العالم العربي الكل، لاحظنا اللي 80% من المرضى بالسكر نوع 2 يصوموا، حتى الطبيب يقول لهم ما يصوموش يصوموا. 40% مالي عندهم مرض السكري نوع 1 كيف يصوموا، الوغ هما يزرقوا في الانسولين وما ينجموش، معناتها تنجم تكون عندهم مخالفات. صحيح المخالفات، هما ينجم يطيح السكر خاطر ما تنساش الصيام طويل، الوقت اللي ناكلوا فيه قصير، ناكلوا برشا معناتها في وقت معين ومن بعد نوليو ما ناكلوش بالكل، معناتها فما الهبوط السكر ينجم يصير في وقت الصيام، كيف ينجم يصير طلوع للسكر يؤدي للأسيتون، ينزم يعمل جفاف في البدن، هذا الكل نخافوا منه احنا نتوبة السكر نخافوا منه. كما قلت لك الأكثرية العباد في العالم العربي يصوموا حتى بالنصائح متاع التوبة، وقت فهمنا باش نعطيه للعباد اللي تصوم نشوفوا كان ينجم يصوم خاطر حسب التحاليل حسب السكر معدل ولا لا، نعطيوه النصائح اللازمه باش يصوم. بالنسبه للدواء ولا معناها اللي ياخذوا في الانسولين والا اللي ياخذوا في لي كومبريمي، شكون اللي ينجم يصوم؟ هو اللي ياخذ في الانسولين ماذا به ما يصومش، وكيما قلت لك فما اللي يجي قلنا انا هاكل باش نصوم، هذوما العباد الاكثريه تلقاهم عند كبار السن. صحيح. يقول لك صحيح. انا راني باش نصوم وما يعرفش على المخالفات من بعد شنو باش يصير. صحيح. احنا نحاولوا مع العباد هذوما نحاولوا نحكيوا معاهم، وكان هما باش يصوموا رانا نقصوا لهم في الجرعه نتاع الانسولين، لازم يعدي عند الطبيب
يمشي للطبيب المباشر المباشر نتاعو باش ينقصلو في الجرعه باش يقولو قداش باش يزرق في العشاء قداش باش يزرق في السحور وكيفاش باش يعس على روحه زادا لازم يعس بالكدا بالنسبه للسكر. يعني تنجم انت تقول اللي الصيام ينجم ياثر على بالطبيعه كيما قلت لك هبوط ولا طلوع. بالنسبه للمريض اللي عنده الحرابش اسهل نجم نخليوه يصوم كان سكره معدل قبل رمضان. طريقة الأدوية نتاعو وقتها ينجم ياخذهم يعني حتى كي يتبدل الوقت هو ما عندوش مشكلة حسب الأدوية احنا نتصرفو نقولوا له شنو اللي كان يخت فيه في الصباح مثلا ولا يخت فيه ما يضرش مش ما يضرش بالكل. احنا رانا حتى كي نعطيو النصائح ونقولوا كيفاش يصوموا قولوا لهم راهو لازمك كل يوم تقيس السكر وقت الصيام على الأقل مرتين ثلاثة وانت صايم. عليها للصائم اللي عنده مرض السكري يلزم قداش قلت لي يقيس السكر على الأقل مرتين ثلاثة معناها في وسط ال إذا صار له هبوط أقل من 0.70 جرام لازم يقص الصيام ياكل حاجة حلوة خاطر ينجم يوصل للإنعاش. وكان طلع السكر كيف فوق 3 جرامات كيف لازم يقص الصيام. علاش لازم يشرب برشا ماء فما إمكانية يطلع له لاسيتون. لاسيتون معروف معناتها حاجة تجم اللي حتى هو شنو كان تزيد تفسره أكثر للسيدة ألوغ لاسيتون كي يطلع برشا السكر يولي فما نقص في الخلايا السكر هو السكر هو اللي يصنع في اللي يخلي البدن يتحرك مش يخلي البدن يبدا شادد روحه صحيت. كان ما فماش سكر يدخل في الخلايا البدن يصنع حاجه اخرى باش تنشط له البدن اللي هو لاسيتون. اما لاسيتون كي يطلع برشا في البدن يضر ينجم حتى معناتها يعمل فقد الوعي ينجم حتى العبد راهو يبدا عنده شويه نشموا عليه الريحه نتاع لاسيتون تخرج من فمه نعرفوا اللي هو راهو السكر نتاعو طالع وراهو لازم يقص الصيام ويشرب برشا ماء وكان لازم يمشي للاستعجالي بالطبيعه. دكتوره كانت تقول لنا على الحميه الخاصه للصائم. باهي بالنسبه للاكل هو ماذا به ساعه الواجبتين نتاع السحور والفطور يكونوا موجودين معناها شقا الفطر يتغذى بالكدا وفي السحور كيف لازم يشرب برشا ماء في وسط السهرين. ماذا به مشروبات بلاش سكر قهوة تي هذوما الكل بلاش سكر ما يكلش برشا حاجة حلوة ماذا بيه بالكل هو مرض السكر معروف اما احنا ماك تعرف اذا يحس عنده هبوط هكا شوية كان يحس عنده هبوط لازم يقيس السكر كان يلقاه اقل من 70 وقتها ياكل حاجة حلوة اما كان هو عادي ما يكلش حاجة حلوة خاطر ينجم يقلقو. بالنسبة للأكل في شقان الفطر مثلا الشربة باهية ينقص من المقلي مثلا البريك ماذا بيه حاجات في الفور ما يكثرش من الخبز من النشويات ديما يبدا شويه معناتها سلايت ياكل سلايت كيما لازم يشرب قد ما ينجم في وسط السهريه قد ايه لازم ترتين ما به ينجم يقسمهم على يقسمهم على وقت الاكل صحيت وفي السحور كيف راهو لازم ياخذ شويه حاجات تشدو مش سكريات سريعة مش حاجات حلوة بالعكس سكريات بطيئة اللي هما كيما الخبز كيما مثلا مصفوف ماهوش حلو الذرة ماهوش حلو معناتها أي حاجة ماهيش حلوة وتشد معناتها باش هو ينجم يقاوم الصيام. دكتورة سيرين في نهاية حلقتنا اليوم لو كان تزيد تعطينا نصائح للسادة المشاهدين وبالأخص للمرضى السكري. دونك انا كان عندي نصيحه للسيد المشاهدين رانا لازم اي عبد عنده في عائلته شكون عنده السكر صغير كبير ينصحوا ساعه باش يمشي لطبيب السكر نتاعو قبل شهر رمضان يعمل تحليله نتاع السكر باش يعرف ساعه كيفاش باش يعمل في شهر رمضان ماذا بينا كما قلت رانا ما نصوموش كان الصيام ما نجموش تخليو عليه راهو لازمكم تسالوا للطبيبكم المباشر شنو كي تجم تعمل شنو الدويات اللي تجم تخليهم شنو الدويات تجم تنحيهم هل هو
ممكن الصيام خاطر راهو طبيب ينجم يقول لك ان السكر ماهوش معدل المخزون يبدا عالي برشا مثلا، ولا عندك امراض قلب ولا اللي هو راهو ما نجموش نصومو، هذايا لازم نسمعوا كلام الطبيب، وكان فما امكانيه باش نصومو لازمنا نعادلو السكر، لازمنا نمشيو طبيب ويقول لنا كيفاش طريقة الصيام، كيفاش طريقة الأكل، وتحاولوا تتبعوا كلام الطبيب كما لازم. وأكثر حاجة نوصي عليها كان الصيام موجود، راهو لازم تقيسوا السكر متاعكم كل يوم كانكم صمتوا، كل يوم على الأقل مرتين ثلاثة، وتقصوا الصيام كان السكر أقل من 0.70 ولا أكثر من 3 غرامات. شكرا لك دكتورة سيرين دنجير على قبولك الدعوة وعلى النصائح الهامة اللي مديتها اليوم للسادة المشاهدين. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.